يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للزوجين التلفظ ببعض الألفاظ الجنسية أثناء الجماع؟ الحمد لله رب العالمين، بما أن هذه الألفاظ دائرة بين الزوجين في وقت الجماع فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج. وإن كان جمع من الفقهاء كرهوا الكلام حال الوقاع بين الزوجين، إلا أن هذه الكراهة لا أعلم لها مستندا، وهي حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فيجوز للزوج أن يكلم زوجته وقت الجماع بما شاء من تلك العبارات، ويجوز لها كذلك أن توجه له بعض العبارات التي لا بأس فيها ولا حرج فيما بينهما فقط. فإذا كانت الدائرة مقصورة على الزوجين في وقت الجماع فلا بأس بذلك، لأن هذا موجب لكمال الاستمتاع وكمال الرغبة في بعضهما، وما أوجب بين الزوجين كمال الألفة والمحبة والمعاشرة بالمعروف وكمال الرغبة والاستمتاع واستفراغ الشهوة في هذا الطريق الحلال، فإنه مما لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولكن عليهما ألا ينسيا الذكر الوارد قبل الوقاع، وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلهما أن يتلفظا بما يثير شهوتهما ويرغب بعضهما في بعض ويجعلهما في كمال المتعة واللذة والراحة، هذا لا بأس به إن شاء الله. والأمر في العلاقة بين الزوجين مبناها على الحل والإباحة، إلا في الأمور التي حرمها الله وهي معلومة، والله أعلم.